في الغانا في واحد ستاج ديال البريباراسيون، عندنا جوج ماتش اميكو غدا ان شاء الله ونهار 30 في الشهر. نتمنوا يكون خير ان شاء الله. دابا 3 ايام وحنا اللي كنخدموا هنايا باش نبريباريو هذا الماتش، وان شاء الله يكون خير. ما نقول لكم الاستعدادات ان شاء الله تيدوزوا كل شيء في امان الله، وخا الجوما ما مساعدناش ولكن حنا متضابطين مع هذا الشيء، وان شاء الله جينا وعازمين باش نربحوا في لو دو ماتش اللي عندنا باش نفرحوا والدينا ونفرحوا الجماهير ديالنا المغربيه.